أغبى وحدي شفتها بحياتي. أنت أكيد بتكرهي حالك، عم تنتقمي من حالك. بتخلي الواحد يوصل معك لمطرح من الأسوأ هو ما كان متوقعه بحاله. أكيد كل اللي صار معك بحياتك من ورا غبائك. ليه عم تعملي هيك؟ ليه عم تخليني أعمل فيكي هيك؟ ما كانت خياطة، كبريه أب ما شفتوش، وأمي ماتت، راجل وسخ حب، والتاني هو اللي اتجوز، والتالت يموت. هزت وسطه كشفت كتف، جيب بقى سيارة ورجل على رجل، وبيني على قد ما تقدري. غيرة، غيرة اللي بتتكلمي عنها ده شغل. الدولار حلو، أطيبهم أقساهم وأغناهم ديوس. صاحبة عمر تقرفك العمر وتطوله، الدنيا مش عارفة ترجع. كل يوم بيعدي زي اللي قبله، وشوش بتتكرر كل يوم عشان تأكد لك انه رأيك صح في اللي قبلهم. ناس بتديك أمل وتخلع، ناس بتديك أمل وانت اللي تخلع. وجع والله العظيم وجع. كل هاي جواتك ده الفهرس، فهرس الرواية. كلام على ورق، اللي انت بتقراها على انها ورق، وعليه كلام ودم. حبيبة، انت اللي قتلتي. او لا، حالتين انت مش مطلوب منك غير انك تبعت تقريرك للقاضي، هو اللي يوقفني الوقفه دي او يبرأني. بس انت قررت انك تحقق وتحكم، بلاقي حالك عم تزيدها شوي جوا؟ زهقت من هالقضية، مليت. قضية مثل غيرها، أنت لو شو أخذها هالقد شخصية؟ بعدني عم فكر بنفس النقطة. لو شو طلع معك؟ طلع معي إنه الرواية أخذت لي كل تفكيري، صاير حاسسها مثل الكلمات المتقاطعة، بدي حلها بقى ترتاح. زميت جوا بين إيدينا، أنت رح تسامح حالك؟
وتموت. شو بتقربني هي؟ شو حلو وتلعب دور على الاخر، تصدق حالك انك وحش يعني. بتعرف يا مازن، صرت حاسس انه حبيبه ذكيه لدرجه انه بتقدر تطوع الامور لصالحها بطريقه غريبه. لو ذكيه لشو قاعده منقوعه جوا عنا؟ لا لا ما تغلط، وجودها هون من وجهه نظرها لصالحها، بس ما عرفت انه رح تلاقي اللي اذكى منها. بتعرف شو؟ كان معها حق باللي قلت لك اياه. انت محقق مش قاضي. مش عايزة كان نفسي مين أفضل الواحد. قصي تعبانة شوية. طب ما تروحي للدكتور. ما أنا هعمل كده. يطمنيني لما تطمني. عند الدكتور. بقالنا كتير ما عدناش ولا رغينا، وحشتني. احاول اصدقك مع اني كنت معاك امبارح واول امبارح وشي في وشك. ايوه المكتب بنتكلم في الشغل، انما انا وحشني اقعد مع ابني وارغي مع ابني. ابنك معاك اهو، انت حر بقى تقعد تاكل في ودني زي ما انت عايز. ايه بقى الحكايه؟ ما قعدتش تيجي تحكي لي ليه؟ ايه؟ اب منظر ولا ايه؟ لا لا لا، ازاي بتقول كده؟ انت من اهم الابهات في حياتي. نفسي افرح بيك واجوزك.
مفيش حاجه كده ولا كده ولا كده. انت غمزني ليه وانت بتقولها؟ لا مفيش. يا هلا. قول لي مفيش حاجه بينك وبين ليلى؟ ليلى مراد؟ يا ليلى علوي. شايفكوا كتير مع بعض كده، قلت اسالك ما دام ما قعدتش كتير تقول لي. لا لا احنا اصحاب. وانت شايف غير كده؟ انا مش شايف، انا سامع. سمعت؟ سمعت ايه بقى؟ يعني بيقولوا في حاجة بينك كده وبين ليلى. لا مش صحيح، لو فيها اقول لك يعني، اخبي عليك. يلا على بابا. تعالى. يوه انا زهقت، انا زهقت يا جماعه وصدعت. انت بتسالني حاجه 100 مره، خلاص قلت لك ما اعرفش هو فين. لا يا عماد، لا انت عارف يا عماد، انت عارف كل حاجه، انت تعرف الكفت فين. ايوه بس ما اعرفش الزفت ده فين، وبعدين بطلت تسالي عنه. بتسالي عنه ليه؟ ما يكونش عاجبك؟ ليه؟ هو انت فاهم انه من عينتك؟ لا ده انضف بكتير. والنبي انت ما انت فاهمه حاجه، مش هتلاقي انضف من كده. عماد انا مش بهزر. لا انت بتهزري بس عامله نفسك بتتكلمي جد، لانك لو مش بتهزري تبقي تعديتي حدودك وبتتدخلي في اللي مالكيش فيه. خفت انا كده. ايوه لازم تخافي وتخرسي كمان، وما تجيبيش سيره زفت ده تاني على لسانك، لانك لو جبتيها وحياه ده لاكون قاطع لك لسانك، مع انه احلى حاجه فيكي. ارغي. مدام صافي؟ مدام ليه؟ قولي لي حماتي احسن. حضرتك دي مفاجأة حلوة قوي بجد، مش متوقعة بس بجد حلوة. حضرتك تحبي تشربي ايه؟ اسمعي يا بنت انتي، انا مش جاية اشرب حاجة، انا جاية اقول لك كلمتين وماشية عشان عندي حاجات اهم منك. اذا كنت فاكره ان انت هتلفي على مروان عشان تتجوزي تبقي غلطانه. مش هيحصل. زي ما لفيتي على مجدي قبل كده وما عرفتيش، قلت الف على ابنه. شغل حواري وبنات صيعه، انا عارفه كويس. انا بجد مش عارفه حضرتك بتتكلمي على ايه. مروان زي اخويا. مستر مروان. مستر مروان زي اخويا، ومستر مجدي زي ابويا، وانا مش زي اللي حضرتك بتشكي في كل حاجه. ولو مش مصدقاني ممكن تروحي تسالي حبيبه. اسمعي بقى يا بتاعت حبيبه، الشويتين بتوعك دول تعملهم على حد تاني غيري. اذا ما بعتيش عن مروان انا هخلي مجدي يمشيكي من الشركه، مش بس من الشركه، لا من لبنان كلها. وبعدين يا حلوه طقم الحنيه بتاعك ده مش هيخلي على مجدي بيه، اللي عاملك زي بنته. ده ابنه حبيبتي، مش واحده بتشتغل عنده من وسط الف. اسمعيني كويس قوي فوقي ليلى، لازم تعرفي انت مين كويس قوي ومروان مين. في فرق كبير قوي بينكم يا حبيبتي، لازم تبصي على قدك. ده اخر انذار هقوله لك، المره دي بقول لك بده مش بدي. خلي بالك من نفسك.
انا لو اعرف اقوله اخبي عليكي ليه بس يا بيبه؟ ما انت عارفه معزتك عندي. يعني مش نصر ومجد اللي خطفوه؟ خطفوه؟ انا اول مره اسمع الكلام ده. لا ما اظنش. تلاقيه راح هنا ولا هنا، يمكن سافر. ماشي، عموما لو عرفت حاجه بقول. انا بصدقك. اه طبعا، وانا من ناحيتي هتقصك ولو عرفت حاجه هقولك. ما تقلقيش، مفيش حد هيعرف انك سألت عليه. سرك في فرج. انت مش هتعمل حاجة تزعلني. انا حبيبة يا فرج، الحبيبة اللي انت وعدتها ان لو حد قرب لها تخزق عين امه. لو حد قرب لك انت بس يا بيبي. انت بس. ايدي الدنيا كلها قدامك، السما فاضيه وفي شجر، مش هيدي هي الحريه اللي كنتي عم تحكيني عنها؟ خرجتني برا ليه؟ صعبت عليك عشان الكلمتين بتوع امبارح؟ ولا عشان تقول لي اني ماليش لازمه؟ هربت ولا ما هربتش؟ وان السور مش هيشك عني؟ وانك جامد قوي؟ لا، عشان صعبت عليا من الكلمتين بتوع امبارح. عن جد مش خايف انك تهربي ولا خفت لما هربتي. انت بتعمل كده ليه؟ بعرفك اذكى من هيك بكتير. انت بتعرفي انا ليه عم بعمل ايه؟ كنتش سألتك. هيدي هي الحرية اللي بدك اياها؟ حسيتيها؟ خبريني بشو حس. ذكائك خانك يا حبيبة. كنت مفكرة انك إذا هربتي القصة رح تخلص وبينتهي الموضوع. بس نسيتي انك رح تكوني حرة. رح تكوني مطاردة. نسيتي انك رح تهربي من حبس صغير وتصيري بحبس اكبر. بعد شوي رح ترجعي لعندي وتقولي لي رجعني على الاوضه الصغيره. ما قلتي لي بشو حاسه؟ حاسه اني لسه مسجون، رغم الهواء والعصافير والنور، لان الحريه دي حاجه جوانا. تقدر ترجعني الزنزانه؟ انا بدي افهم يا حبيبي، إذا كنت مظلومة والله رح ساعدك.
إذا كنت ظالمة رح خلي القانون يقتص منك. هيدا دوري، هيدا شغلي. بدي اياكي تفهمي شغلي وحدي بس، ما في شي شخصي بيني وبينك. أنا عارفة إنه ده شغلك، بس ده ما يسمح لكش إنك تظلم وتخلي حد يعترف بحاجة هو ما عملهاش. حياتك بيكون فيها غلطات تشمطك تمشيك على مستقيم، ممكن تضر اللي حواليك، وده بالظبط اللي حصل مع حبيبة. غلطيتي اني خسرتها، ما عرفتش احافظ عليها. لو كنت فهمتها صح ما كانش كل ده حصل، ولا كان زماني موجود هنا دلوقتي. ازيك يا كيري؟ هاي ناصر. الحمد لله منيحة، يعني بلشت انسرق مك عن التليفون. انت منيح؟ انا تمام. بقولك ايه، حبيبة عندك؟ يعني انت بتتصل فيي بس لتحكي مع حبيبة؟ لا، عشان عاجز طيران. تقابلة بنت ولا ايه؟ بقولك عندك؟ مقفلة باب اوضتها، يعني شكلها نايمة. طب اديالي. قلت لك نايمة. وانا بقول لك صحيها. ناصر بدي احكي معك. قال لك انا بدي احكي معه اصلا. ليه ما قلتي له انه انا نايمة؟ شو خصني انا، هو بدي احكي معك. اسمحك ساره. الو، طب ومجدي يروح الليله ليه اصلا؟ معرفش، بس انا لما شفت حاجه زي دي قلت لازم اقول لك. وبعدين هو مجدي بيروح لليلى في وقت زي ده يعمل ايه؟ قلت لك هعد عليك ياخدك، وبعدين يبقى نقعد في مكان نتكلم. خلاص يا حبيبة بقى، لما نتقابل نبقى نكمل كلامنا. فن المعاملة، في طريقتين لفن المعاملة، في علم وكتب، وفي الطريقة بتاعتي اللي انتوا فاهمينها كويس. لازم نعرف القاعدة عشان نكسرها. الكتب بتقول العميل دايما على حق. أنا مش مع المبدأ دوت. الجملة دي خلت العميل بقى قليل الأدب. العميل اللي يغلط فيك اغلط فيه زي الانسه ريتا. عميل يشتمك اشتم امه واضربه على باب الشركه زي الاستاذ منذر. اتنرفز عليك في التليفون اقفل السكه في وشه زي الانسه ديانا. المهم ناخد حقنا ونبقى ابطال ونقفلها ونشهد بقى. اقسم بالله لو في عميل واحد اشتكى من اي حد منكم لا اضربه بالجسمة، فاهمين؟ انا مش فاهمين. بونجور يا شباب، بونجور يا صبايا، بونجور يا مجدي. صافي؟ ايوه صافي، مراتك حبيبتك ام مروان ابنك. ايه مش فاكرني؟ في يا صافي، في ايه؟ ابدا، وحشتني فجأة كده وانا قاعدة في البيت، نقح عليا احساس رومانسي، قلت اجي اشوفك. بذمتكم يا جماعه مجدي حبيبي محلو وصغران، عشان كده لازم اخاف عليه، اصل الرجاله لما بتكبر بتتهطل. انما مجدي مش من النوع ده خالص. مجدي حبيبي بيخاف على اسمه وشكله وسمعته قدام الناس. مجدي بليز بوسني. فهمتوا بقى فن التعامل؟ تاخد العميل على حجرك. حاضر يا صافي. من اخر مره كنا مع بعض فيها واختفيت وما اعرفش عنك اي حاجه، وما بترديش على تليفوناتي. ليه يا حبيبي؟ طلبت معايا غدت.
مشكلتك انك ما بتعرفيش تكوني بوشي. بس انت بميت وشي يا ناصر، انا قرفت. فهماني غلط يا حبيبه. انا اكتر واحده فهمك صح يا طيار. بقولك ايه يا حبيبه، ما تعمليش بقى فيها خبره وقريان، عيب عشان انا مرقع. والله كلنا يا ناصر، الدنيا ما سابتش حد فينا ما علمتوش يا عم المرقع. وبعدين انت ليه محسسني ان انا ظلمه؟ ولا كنت مع حد تاني مجنونه بتخيل؟ طب بقولك ايه يا عيون ناصر، ممكن اشوف ضحكتك اللي متداريه ورا تكشيره انا ماليش فيها اي ذنب؟ يا حبيبي انا مش مكشره، انا بس بقيت بسمع كلامك وافرق بين الحب والشهر. طب انا بحبك. مثلا والله العظيم بحبك. مثلا برضو اقولك على حاجه، باي باي. انا لو كنت من زمان قريت كميه القرايه اللي قريتها بهاليومين كان لازم هلا اكون اديب كبير مثل نجيب محفوظ. مش بكتره، هو حمزه قرا كتير وما وصلش لحاجه. ليش؟ ليه ايه؟ ليه حمزه بالذات؟ ليه حمزه بالذات؟ ما بعرف. حسيت حالي عم بنشد له من اول مره شفته فيها. ما بعرف عنه شيء، لا اسمه ولا شو بيشتغل ولا دينه. الهيئه معهم حق اللي قالوا انه الحب نصيب. هلا بدك تقنعيني انه حبيتيه من اول ما شفتيه؟ حب من اول نظره هيك مثل الافلام؟ ايه الهبل ده؟ لا طبعا، اول ما شفته عجبني، ولما اتكلمت معاه حبيته. لما هو يحبك خفت. انا ما كدبتش ولا من طبيعتي الكذب، انا قلت اللي انا حاسه ساعتها، وعادي جدا ممكن مشاعرك تتغير من حب الكره. يا تصميماتك لسه متضايقة؟ لا، المفروض أكون مبسوطة بعد اللي حصل، وأنا حتى معرفش مين اللي كان عايز يخطفني. حبيبتي غلطة وعدت ورمي ورا ظهرك، دول أداء النجاح، وأنت دلوقتي ناجحة، لازم تتوقعي حاجات أكتر من كده. بس أنا ماليش أعداء. مش شرط يكونوا أعدائك، ممكن يكونوا أعداء أنا. وانت دلوقتي شايله اسمي، مش انا وانت واحد؟ وانا المفروض اتعود على كده؟ انا مش هعرف اعيش بالاسلوب ده. يا مجدي انا اتجوزتك عشان احس بالامان، مش عشان اعيش في رعب. اوعدك ده مش هيحصل تاني. قبل ما توعدني انا عايز اعرف مين اللي عمل كده، لانه اكيد هيكررها تاني. مش هيقدر. ما هو قدر. انت ليه مش عايز تقولي يا مجدي؟ هيفرق معاكي في ايه؟ حبيبة انسي الموضوع ده خالص.
شكل. ايه ده مسدس؟ ايه جو الرعب ده؟ مسدس مز زيك، ايه رايك شكله حلو؟ بكملت الرعب بقى هخلي الواد فرج يعلمك ضرب النار. ده جو اكشن كمان. حبيبه بحبك. يا جمانة اهدي شويه. طب ممكن تسمعيني؟ انا مش عارفه مين اللي له مصلحه في كده، وهو مش راضي يريحني. وهو مش هيريحك، ولعلمك بقى مش انت المقصود يا ماما. دول الناس كلها مشاكل وبيزوموا على بعض. لازم تعرفي ان المقصود فيها مجدي. يعني ايه هبل الوضع ده وافضل خايفه طول الوقت؟ عندك حل تاني؟ انت جوه البحر لازم تستحملي موجه، وبعدين ده مش هيحصل كتير. مش عارفه، المهم هشوفك النهارده. لا النهارده ما افتكرش، عموما هكلمك. خلي انت بس بالك من نفسك. ماشي، وانت كمان. يلا سلام. عارف يا طيار، الموضوع مش امتى هنخلص منهم. دول عاملين زي الكلاب السعرانة، لو ما نجمتهمش يقتلوك. حرقه فاير. الواد عامل زي المرة اللي جوزها هج منها ليلة الدخلة ده، وعامل لي بقى فيها عامل مناضل يقول لك انا مش هيهدى لي بال الا ما اخد بطار ابويا. طب يا سيدي ينعل ابوك. لا ده هيحصل ابوها وعيلته كلها. ما هو ده اللي هيحصل، بس هو مستعجل حبتين. بس ايه اللي هيجي من الزهار عليك قوي كده؟ هو الحوار الاخير سخن. عيله غلاويه. انت فتحت علينا فتح العالم بيها الا ربنا. خلص بقى قبل ما تحصل حاجه تانية. لا تانية ولا تالتة. في اعمل حاج. ده نصر الطيار مش هيتم. انت ما راح ترتاحي الا اذا مت من وراك، ما هيك؟ ساعتها تمام. تفضلي. سبحان الله، اوقات بيخلق لي اشخاص بس لوجع القلب. لوجع القلب؟ ليه محسسيني انه كمان بدهم يخطفوكي الك؟ كرن انا مرعوبه، حس رح يرجعوا يعملوها مره ثانيه. خليك ما بقى تقولي هيك، ضب الراديو وبمشي. ها عاملين ايه بعد الهجوم الارهابي يا موزس؟ ازيك يا لولو، عرفتوا مين عمل كده ولا لسه؟ ولا لسه؟ ايه ده مالها دي؟ غريبة. عاملة ايه يا لولا؟ مبسوطة جدا بصراحة. اشمعنى؟ بس وانا داخلة شفت حتتين فستان خفت عليه من عيني. بتموتيني. استني، لا ما هو مبقاش موجود. بقولك خفت عليه من عيني، قلت لهم يلفهولي. تعرفيني يا بيبو مستناش. طبعا ما بتستناش. مبروك عليكي. قمر البلد دي عيون ليلها، سهران لوحدي بغني لها. بتحب احمد برده يا ناصر؟ وصلت لحد فين مع حسين الزهار يا ابن التفه؟ هل تبو فاكر نفسه ناصح؟ نقل من بيتهم وراح مكان جديد، فاكر بروح امه ان انا مش هعرف اجيبها امه. بس بتقل صنعة برده يا ناصر. استنى عليا بس لحد ما سستم، عشان مش عايز نسيب ورانا خرام، لان المصلحه دي هتكون كبيره. كبيره لانج. كبيره لانج. كبيره لانج. انت بتتكلم صح فعلا، بتتكلم صح. هو ده الشخص اللي انا حاطط حياتي كلها ما بين ايديه. امشي اطلع بره يا ابن الجزمه. ابن الجزمه كده كده ماشي، بس انت لو عرفت هو رايح فين وهيقابل مين هتتمنى تكون رصاصايا، بارودايا، زنادايا. ايه ناوي تستشهد ولا ايه؟ لا رايح اقابل بيبه، هعلمها ضرب النار. بيب بيب بيبه. ضرب النار؟ ايه اللي طلبت منك تتعلم ضرب النار؟ ايه عشان تحمي نفسها يعني وبتاع؟ ده الجو القديم ده. ايوه هي عشان تحمي نفسها وبتاع، دي صح، برافو. لكن مش هي اللي طلبت، ده مجدي. يلا بقى يلا عشان ما تاخرش على بيبه، خد مشروباتك. بيب بيب بيبه، بيب بيب بيبه. سلام بقى يا بيلوت. ايه
هو بيعمل كده ليه؟ بيستهبل ده؟ معرفش ده كان رسمي. ده بقى يجي لي البيت بجد مش عارفه اعمل معايا. هو انت كان في بينك وبينه حاجه؟ لا طبعا، ده هو كان عايز يصاحبني وانا ما وافقتش، ومن ساعتها بقى هو لازقه مش عارفه اخلص منه. ما قلتيش لمجدي ليه؟ تعرفاني يا بيبي ما بحبش اعمل مشاكل. متقلقيش انا هتصرف. بس بيبي اوعي تروحي تقولي لمستر مجدي ان انا اللي قلت لك. انت روحي يعني اعملي نفسك عبيطه، يعني انت اللي عرفتي لوحدك وراح تقولي له، عشان يعني ما يزعلش مني ان انا ما قلتلوش. اوكي؟ انا عارفه مين اللي هيديله فوق دماغه. تحفه ده يا بيبي. روحي يا ريلا عشان عندي مشوار مهم، لسه هروح البيت اريح. ماشي يا بيبي. بس بجد تحفه. بيخد فستانك اللي خايفه عليه من العين. اوكي. أنا اللي كنت فاكراك أهبل. أهبل إزاي يا بيبة؟ ده أنا قتال قتل أساساً. آه قتال قتل أهبل. بقول لك إيه؟ مش ناوية تفتحي أتيليه رجالي بقى؟ إشمعنى يعني؟ إشمعنى إيه؟ عشان أنا أنفعك وأطقم من عندك بقى، ما شفتيش فرج لما يطقم. هو لازم تنفعني وأفتح لك أتيليه يعني؟ أمال أعمل إيه طب يا بيبة؟ أعمل إيه؟ أشتري فستان؟ يرضيكي فرج بفستان كده؟ يرضيني اه طبعا. لا اشتري لمراتك. ايه ده؟ انا اتجوز؟ اتجوز واحده واصرف عليها؟ ليه؟ اختي يعني؟ لا دي الجريمه الوحيده اللي لا يمكن فرج يعملها ابدا. يا سلام. هو الجواز بقى جريمه؟ الحب بقى جريمه؟ اه امال ايه؟ الله يا بيبا يا بيبا، انا كده نجم باشا، عامل زي الفراشه، بتنقل من ورده للتانيه. وبعدين اللي زي ما ينفعش يبقى ليه بيت وعيال رحله. هي امسكي يلا. ايه يلا زي ما اتفقنا قبل كده. ايه ده يا بيبا؟ ده انت كويسة عشان تعرف. بس خد. ماشي. عايزة اقول لك على حاجة يا فرج. قولي يا بيبة. اخوك سيد. ماله سيد؟ مضايق ليلى وقرفها في عيشتها، ظهر انه بيحبها وهي مش عايزاه. قول له يبعد عنها. بيبة انت مين اللي قالك على الكلام ده؟ هو ليلى نفسها. امورة لولا أمورة. ماشي يا بيبة، أنا هحل الموضوع بالعقل، ما تلاقيش خالص. مش قلقانة. بقولك يا بيبة، خدي المسدس ده وكملي انت بقى، عشان أنا رايح أكل عصافير مقلية. طب خد بالك. لا لا. الأفلام دي هتجننك، أفلام الأكشن. سيد. ها؟ في طفح ولا زي عوايد أمك مفيش؟ زي عوايد أمك مفيش. طه. قفلتهولك. طب ما خير ربنا كتير أهو. في قوطة. بقول لك ايه طه؟ البت ليلى دي مش تمام، مش مظبوطة. ليلى؟ اشمعنى يا فرج؟ في ايه قول لي؟ عاملة لك استدعاء ولي امر وهتتذنب. في ايه يا فرج؟ ما تقول، انت هتنقطني؟ ونقطك ليد وانت رقاصة. بص
أطفح وأحكي لك عشان البت دي طلعت خسيسة. حلوة القوطة، حلوة قوي قوي قوي. أنا ما غيرت أسلوبي معا، أنا بس ساعة بشد وساعة برخي. مهم بدي أعرف كل شيء عن شغل عائلة الزهار وشو ممكن يتعارض مع شغل مجدي وناصير. عم نشتغل لك عليها وكل شيء بيصير معنا جديد رح تلاقيه قدامك على المكتب. لك يا مازن، اللي صار بين عائلة الزهار وبين مجدي وناصير بيطرح علامات استفهام كتير. كلام حسين الزهار معي بيأكد إنه مخبى أشياء بلاوي، وفي احتمال مع إني عارف إنه ضعيف بس لازم نشتغل عليه. اللي هو هل حسين الزهار له علاقة بقتل حمزة أو كل القصة خلاف بينه وبين مجدي وناصير؟ اشتغل على الموضوع عمرك.